السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايبي طلاب بيرب 3، أهلا بكم. الفيديو ده هنحل تمرين المعاصر في الليسون بتاع الجبر اللي هو كان بيتكلم عن الريليشن والفانكشن. يا رب تكونوا فهمتوا الجزء اللي احنا اخدناه اللي فات، وان شاء الله هنتمم معلومة بقى ونكملها، ودرس سهل وبسيط يعني، بس نركز علشان الليسون في أسئلة جديدة، واللي احنا حللناه المرة اللي فاتت كان فيها حاجات موجودة في كتاب المعاصر، فانا ايه محل يعني انا مش هشرحها تاني علشان الفيديو ما يطولش قوي في الفاضي. طيب احنا عندنا هنا ده طبعا bullet choose if f is a function from the set x to the set y then x is called ال x دي هتتسمى ايه؟ بيقول لك هنا function from x to y، فال x ديت احنا كنا بنسميها ايه؟ the domain of the function، the domain of the function f. If function is a if f is a function from x the set x to the set y then y is called. ال y دي كنا احنا بنسميها ايه؟ ديت كانت يعتبر the codomain of the function. If the relation ال r جايب لك هنا الريليشن هي then r represent a function or its range. الرينج احنا قلناها اللي هي كنا بنجيب السكند بروجكشن اللي هي 3 و5، هتكون 3 and 5 اللي هي اللتر c. طيب هنا بيقول لي if r is a function from x to y or x بكذا والy بكذا and relation هتكون هي then value of a، يعني then value of a ديت. هو بيقول لك relation اصلا دي function، خلي بالك انت عارف يعني ايه لما يقول لك الريليشن از ا فانكشن، ده معناه ايه؟ from x to y يعني الاليمنتس بتاعت الx كلها لازم تيجي appears one times، يعني هي لازم تيجي مره واحده. ال2 لازم تيجي وادي جيت اهي، ال4 كمان لازم تيجي ما جيتش هنا بس جيت ال5، يبقى الفاليو اوف الاي ديت هتكون بكام؟ 4، لان ال2 وال4 وال5 الاليمنتس ديت لازم ايه تكون موجوده. نمبر 2 هنا بيقول لك which of the following relations present a function from x to y. من هنا اللي هيكون function؟ تعالى كده نشوف الاول، لازم من كل elements يطلع منه ايه؟ one arrow. ال1 وال2 وال3. هتقول يا مستر بس 2 و3 رايحين عند نفس الاليمنتس ال9، ماليش دعوه، انا اهم حاجه عندي ايه؟ هل يا ترى ان كل elements بيطلع منها one arrow؟ فطبعا دي صح، فهتكون ديت relation. طب هنا 1 2 3 برضو نفس الكلام، برضو دي هتكون function، تمام. طيب شوف اللي هو ال1 هنا يعني يعتبر هنا خارج منها 2 arrows فطبعا او 2 rays فطبعا مش هتنفع، not relation. طب ديت ال2 مش طالع منها ray فهتكون not relation. طب هنا بيقول لك if the relation represents a function then find the function range. انا عايز هنا range. الرينج هنا هيكون ايه؟ هنشوف هنا الارو هنا عند ال1 وهنا ال9، هتكون 1 و8 و9. هنا برضو هيبقى 1 و4 و9، هيبقى 1 and 4 and 9. طبعا بقى ايه؟ هتكون 1 و4 و9 برضو، ودي هتكون 1 and 9. طيب تمام. هي طبعا على فكره مش هينفع ان احنا نجيب لها رينج، لان هي اصلا ما هيش فانكشن، نوت فانكشن، فمش هينفع تجيب لها رينج. طيب بيقول لك هنا show which of the following cartesian diagram represent a function. يبقى لازما هنا يكون عندك هنا ايه؟ 1 points. فوق اللي عندك ال1 اهي طالع منها 1 points، دي تمام. ال2 برضو، ال3 برضو هنا 1 points، هنا 4 points، ال5 هنا برضو هتكون هنا ايه؟ function. يبقى ديت هتكون function، t1 دي هتكون ايه؟ is a function. طيب هنا شوف ال2 ديت طالع منها ايه؟ او عندها هنا 2 points او 2 dots، فطبعا not function على طول كده. هنا برضو هنا برضو شوف ال a عند هنا a 3، يعني هنا طالع منها هنا ايه؟ 1 point او دي dots، تمام. وهنا برضو وهنا برضو وهنا برضو وهنا برضو، يبقى هتكون ايه؟ function. طب هنا بقول لك انا عايز الرينج. الرينج احنا هنجيب بقى الايه؟ السكند بروجكشن، يعني الدوتس البوينت دي ونجيب الايه؟ النمبر او الاليمنتس اللي بتكون اوبوزيت ليها. ادا كده وتروح كده، وهنا برضو وهنا برضو، ودي الدوتس دي برضو كده، هيبقى ايه؟ 3 و 4 و 6 و 8 و 9، ده إيه هيكون الرينج. طيب هنا بيقول لي طبعا ديت نوت فانكشن فمش هينفع ان احنا نجيب لها الرينج بتاعتها، تمام. طيب هنا طبعا الرينج هنا كلها كل البوينتس ديت عند مين؟ عند 3. يبقى الرينج هنا هيكون كل الدوتس ديت
بيكون ايه ال opposite number اللي من عند ال y هيكون الايه 3 بس. طب نمبر 4 هنا بيقول لي if ال x جاب لي هنا set of x بكذا و y بكذا which of the following relation is a function from an x to y which and which is not with given reasons if the function if the relation is a function state its range. تمام ماشي زيها برضو. هنا ال a مع ال 2 وال b مع ال 4. طب ال c السي ما جاش ليها image not function يبقى ليه اقوله كده because c in x has no image ملهاش image. طب هنا ال a جيت وال b جيت وال b جيت مرتين هنا appears to one more than two one more than one فطبعا كده هتكون not function not function. ليه؟ اقول هنا because p elements في ال p or p in x has two image. طب هنا ال a gate وال b gate وال c gate يبقى ده هتكون ايه؟ function. وال range بتاعتها هتكون 2 و 8 و 10 ال second projection. طيب هنا the opposite arrow diagram represents a relation from x to y. ال x هيت وال y هيت. رايت ال r ال r اللي هي الريليشن هو حتى جايبها لك هنا هيت. يعني هو جايبها لك الريليشن ايكوالز هيكون 3 النيجاتيف 3 with 1. كوما نيجاتيف 3 برضه with 8. 1 with 2. 4 with 4. If is r is a function ال r function طبعا لا. ليه؟ أقول هنا because negative 3 because negative 3 in x has بيكون عندها 2 image. Find the value of x x if x و 2 belong in relation x و 2 أهي x و 2 أهي x and 2 أهي 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 يبقى ال value of x هيكون إيه؟ 1. يبقى الاكس دي هتكون ايه الفاليو في الاكس دي هتكون بكام؟ هتكون ب1. يبقى الاكس هتكون ايكوالز ل1 بس. حاجه سهله وبسيطه مفيش فيها اي حاجه تعقيد صعبه خالص مفيش يعني كلها الحمد لله يعني سهله. طب هنا بقولي نمبر 6 بقى if x كذا والواي بكذا and the r is a relation from x to y means a is equals third b. فاكر احنا قلنا الحصه اللي فاتت لما يجي ديفايد احنا بنخليها ملتبلاي ازاي؟ قالوا relation equals ال 1 times 3 equals 3 1 times 3 equals 3 3 موجودة؟ ايوه 2 times 3 هيكون equals 2 times 3 6 اهيت يبقى 2 and 6 3 times 3 9 اهيت يبقى 3 and 9 تمام كده تمام. كتبنا relation and show that if it is a function هل يا ترى دي هتكون function ال 1 جيت وال 2 جيت وال 3 جيت اقول له yeah relation is a function. طب هنا بقول لك write its range range هيكون second projection range equals 3 6 9. طيب ده طبعا questions number 10 زي ما قلت لك الحاجات اللي احنا عندناها ديت احنا شرحناها في الفيديو اللي فات وسهله على فكره تعرف لو صعبه صدقني كنت هشرحها تاني. ال x بكذا وال y بكذا وال relation هنا تكون ايه a smaller than or equals ال p. هل يا ترى ال 2 smaller than ال 4؟ ايوه. 2 smaller than ال 5؟ ايوه. 2 smaller than ال 6 كمان. 2 and 7. 2 and 9. تمام. ال 4 وذ ال 4 ايوه ينفع. ليه 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 مش هو قال لك هنا ايكوالز كمان ينفع تيجي ال 4 وهنجيب ال 4 مع ال 5 وال 4 مع ال 6 وال 4 مع ال 7 وال 4 مع ال 9 وعندك كمان نجيب ال 5 وذ ال 4 لا لان ال 5 ما هيش سمولر زان ال 4. ال 5 وذ ال 5 ايوه وال 5 وذ ال 6 وال 5 وذ ال 7 وال 5 وذ ال 9 ال 7 مع ال 4 لا طب ال 5 لا ال 6 لا ال 7 اه لان قال هنا ايكوال يبقى 7 وذ 7 و7 وذ الايه 9
بقولك رايت ريليشن كتبناها، اعملها لي بقى بالارو دياجرام اند اولسو ذا كارتيزيان دياجرام، اظن هتعرف تعملها بالارو والكارتيزيان. الاكس والواي اهي. قال لي هنا الواي، ركز كده، بقول لي ايه، بقول لي ان الواي هنا هي عباره such that in y belong natural، يعني هو عباره عن يعتبر natural number. y is an even number smaller than or equal to 10. حاضر، يعني يعتبر ال y ده هتكون 0 2 4 6 8 و 10 كمان، لانه قال لي هنا equal، وقال لي هنا ال a يعتبر half ال b. احنا هنعملها بقى بالمالتبلاي ازاي، 1 times 2 هتكون equal to 2، يبقى الريليشن هنا هتكون equals ال 1 times 2 2 موجودة، يبقى ال 1 و 2، و 2 times 2 4 موجودة، 3 times 2 6 يبقى موجودة، 4 times 2 8 موجودة برضو. بقول لك اعملها لي بالارو دياجرام، حاجات سهلة وبسيطة. x y elements of x 1 2 3 4 1 2 3 4 وديت 0 2 4 6 8 10. احنا قلنا هنا ال 1 وال 2 لا احنا لازم نعملها بالارو، 1 و 2 2 و 4 3 و 6 4 و 8. طيب هنا بقول لك show that relation هنا is a function from x to y find its range، أو relation is a function، لأن كل elements من الاكس جاية، يعني جيت مرة أو has one image. طيب range هنا يكون ايه؟ range هنا هيكون 2 4 6 8 تمام. طب هنا بيقول لك بقى ايه؟ الاكس بكذا والواي بكذا، وانا عايز ان الريليشن a بلس ال b از ا برايم نمبر. a بلس ال b ايكوالز ا برايم نمبر، فاكر انت البرايم نمبر اللي هي 2 3 5 7 وبعد كده النمبرز اللي مش موجوده في التايم ستيبل، زي مثلا 13 11 23 29 31، دي مش موجوده في التايم ستيبل، اللي هي بس موجوده بس في التايم ستيبل 1. فهي دي البرايم نمبر. نجيب ال1 وذ ال2 يديني 3. ايوه فعلا 1 و2 يديني 3، 1 و3 لا يديني 4، 1 و7 8 لا برضه. طب ناخد ال2 مع مين؟ مع ال2 يديني 4، 2 و3 5، 2 بلس 3 يديني 5 تنفع، 2 و7 9 لا، 3 و2 5 ايوه، 3 و 3 6 لا، 3 و 7 10 خلاص كده. بقول لك هنا اعملها بالارو دياجرام، طبعا انت هتعملها. قال لي هل، بقول لي هنا هل يا ترى از ا فانكشن ال 1 جيت وال 2 جيت وال 3 جيت؟ يا اول ريليشن از ا فانكشن. بقول لك هنا الريليشن فروم 2a to 3 فايند ذا فاليو اوف الاي، 2a to 3. لو جيت تلاحظ هنا في الريليشن هنا هتلاقي ديت موجوده عندك في الريليشن اللي انت طلعته، يبقى السكند بروجكشن 3 اللي هي مين ده؟ ديت ها، ما انت بتاخد بس اللي هي السكند بروجكشن اللي بتعرفك ده السكند بروجكشن 3، هنا برضو السكند بروجكشن برضو هنا 3، يبقى تجيب الفيرست بروجكشن تساويها برضو بالفيرست بروجكشن، يبقى انت هتجيب الفيرست بروجكشن برضو مع مين؟ الفيرست بروجكشن. طب هتقول ايه؟ اقول هنا سينس 2 and 3 belong to R اللي هي الريليشن، يبقى هنجيب الفيرست بروجكشن ايكوالز الفيرست بروجكشن، اقول له هنا then 2a equals 2 يبقى ال a equals ال a ال 1 يبقى ال a equals ال 1. طيب نمبر 14 هنا بيقول لك ايه؟ الاكس بكذا الواي بكذا، الريليشن هنا بيكون ايه؟ a power 3 equals ال p، يعني هتجيب النمبر اوف الاي ونعمل له باور 3 ولازم يكون موجود في البي. حاضر، ريليشن نيجاتيف 2 باور 3 هيديني نيجاتيف 8 موجوده مش موجوده، يبقى نيجاتيف 2 باور 3 هيديني نيجاتيف 8 مش موجوده، يبقى مش هتنفع. نيجاتيف 1 باور 3 هيديني نيجاتيف 1 مش موجوده برضه،
1 باور 3 1 ايوه ايوه هنا موجوده. 2 باور 3 8 ايوه موجوده. بس هل يا ترى دي فانكشن؟ لا دي، لان النيجاتيف 2 elements of negative 2 and negative 1 has no image، ما لهاش ايمج. انت بقى ساعات بقى بقول لك انا عايزك تعملها بالارو دياجرام والكارتيزيان دياجرام، سهله صح ولا لا؟ سهله، ما فيش فيها حاجه صعبه خالص. طب هنا بيقول لي نمبر 15 الاكس والواي اند الار از ا ريليشن فروم الاكس تو واي. هنا بيقول لك البي ايكوالز 2 باور اي، يعني نجيب ال2 والباور الاي من هنا ولازم تلاقيها موجوده في البي. تبدا بقى هنحط، خلي بالك قبل ما نيجي ناخد الموضوع ده، ايام بريب 2 لما يجي يقول لك 2 باور نيجاتيف 2، 2 باور نيجاتيف 2، 2 باور 2 ايكوالز 4، بس عشان هنا باور نيجاتيف فانت هتجيب الملتيبليكاتيف انفرس بتاعتها عشان تتخلص من النيجاتيف دي. يعني ديت اصلا يعتبر بيزيكلي اوفر 1، انت بقى تخليها 1 اوفر 4. فاكر ديت النون نيجاتيف باورز او النيجاتيف باورز؟ لما يجي يقول لك مثلا 3 باور نيجاتيف 2، 3 باور 2 اصلا ب 9، بس علشان هنا في باور نيجاتيف عشان تخلص منه ديت يعتبر بيزيكلي اوفر 1، هنخليها 1 اوفر 9 عشان نتخلص من النيجاتيف دي. هي دي الفكره. فهنا يا سيدي لو انت هتتلخبط اعملها على الكلكوليتر وخلاص. ريليشن امسك اول واحده 2 باور ايه؟ ما عشان دبل ايه 2 باور نيجاتيف 2 هيديني 1 اوفر 4. يعني تاخدها في الجنب كده 2 باور نيجاتيف 2 هيدي لك 1 اوفر 4، موجوده 1 اوفر 4 ايوه. يبقى نيجاتيف 2 1 اوفر 4. طيب 2 باور نيجاتيف 1 هيطلع لك بهاف، موجوده يبقى نيجاتيف 1 اند الهاف. طيب ايه تاني؟ 2 باور 0 ايكوالز 1، اي حاجه او اني نمبر باور 0 يديك ايه 1، يبقى 0 وال 1 تمام. ايه تاني؟ 2 باور الاعلى دول 1، 2 باور 1 ب 2، 2 موجود ايوه، يبقى 2 باور 1 يبقى ال 1 وال 2. 2 باور 2 4 موجوده، يبقى النيجاتيف 2 جيت والنيجاتيف 1 وال 0 وال 1 وال 2 الفانكشن هتكون فانكشن، فانكشن هتكون فانكشن. طب الرينج بتاعتها؟ الرينج هتجيب السكند بروجيكشن اللي هي الكوارتر والهاف وال 1 وال 2 وال 4، هتقول له الرينج. تمام تمام. طيب هنا بيقول لي choose the correct answer from this given، عايزين هنا الايه؟ ال correct answer. بيقول لك هنا the opposite diagram represent a function on x its range. الرينج هنا هيكون ايه؟ عشان تجيب الرينج هتشوف الارو داخله عند مين؟ الارو شوف الدايركشن بتاعتها عند الاي، يبقى عند الاي. برضه الارو داخله برضه عند الاي، ودي برضه عند الاي، يبقى كلهم عند الاي، يبقى هتبقى ايه؟ يبقى ده ايه؟ ده اللي يعتبر الايه؟ الرينج. ده كده يعتبر الايه؟ الرينج. طيب تمام. The opposite figure represents a function on x its range. الرينج هنا هيكون ايه؟ برضه نفس الحكايه. هتشوف الارو داخله هنا عند مين؟ نيجاتيف 1. طب الارو هنا داخله عند مين؟ نيجاتيف 2. الارو هنا برضه داخله عند نيجاتيف 1، والارو هنا داخله في نفسها اللي هي 0، يبقى 0 نيجاتيف 1 نيجاتيف 2. 0 نيجاتيف 1 نيجاتيف ايه؟ 2. If x 1 2 3 4 which of the following arrows diagram represent a function on the set x. لازم ما دام عايز يعرف اذا كانت هي function ولا لا، لازم كل elements من اللي قدامك في كل figure من دولت يطلع منه 1 arrow. يعني ال 1 ديت طالع منها 1 arrow كده تمام، دي براءه. ال 2 طالع منها arrow وطالع منها برضو arrow، خلاص كده دي not function خلاص. شوف هنا ال 1 طالع منها 1 arrow ماشي، بس وال2 طالع منها 1 ارو، وال4 طالع منها 1 ارو، وال3 طالع منها 1 ارو او 1 ري، يبقى دي تمام. يبقى دي هتكون فانكشن. يبقى دي هتكون ايه؟ فانكشن. طب ديت ال1 طالع منها 1 ارو او ارو او ري، وشوف هنا برضو طالع منها برضو ري تاني، يعني شوف الدايركشن بتاعت الري او الارو، يبقى دي هتكون نوت فانكشن. هنا كويشنز نمبر 22 قال لك هنا، شوف بقى ركز عشان الاكزامبل ده رخم شويه. بيقول لك الاكس اهيت 1 2 3 6 11 وريليشن اي بلس 2 بي ايكوالز ان اود نمبر. الاي والبي هي نفس الست، يعني انت هتجيبها من هنا.
A plus يعني هنجيبها هنا A plus 2P. خلي بالك انت هتعمل substitution فتركز شوية. يعني هنعمل ايه يعني يا مستر؟ اقول لك هتجيب ال A الاول اللي هي ب 1 تحطها هنا، وبعد كده تجيب ال B كل واحدة من دولت بالترتيب. هتجيب ال B اللي هي كل ال elements ديت، ولازم في الاخر يطلع لي odd number. هنجيب هنا ال 1 1 شوف يعني بينه وبين بعض كده يبقى 1 plus 2 by 1 2 1 plus 2 اديني 3 تنفع. يبقى ال relation ديت هنجيب ال 1 with 1. طيب مش نشيل ال 1 ونحط مكانها 2. 1 plus 2 by 2 4 4 plus 1 5 تنفع. يبقى ال 1 with 2 نجيب 3. 2 by 3 6 6 plus 1 7 تنفع. يبقى ال 1 مع 3 طيب 6. 2 by 6 12 12 plus 1 13 تنفع. يبقى ال 1 with 6 11 برضو تنفع. ال 2 by 11 22 plus 1 يبقى هيكون 23. يبقى ال 1 وال A وال 11. بعد كده احنا كده خلصنا، هنشيل دي كده ونشيل ال A ب 1 ونحط مكانها 2. ونبدأ برضو نجيب الاليمنتس من الأول خالص. ال 1 2 by 1 2 2 plus 2 4 مش هتنفع. ليه؟ لأن أنا عايز odd number. طب نحط مكانها 2 2 by 2 4 4 plus 2 6 برضو مش هتنفع. على فكرة مش هتنفع خالص، هتكمل مش هتنفع، لأن الرول أصلا بتقول لك كده، ده even وده even مش هتطلع لك odd، even 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 مش هتطلع لك odd. فخلاص روق دماغك كده، احنا فهمنا الفكرة. يبقى ال even number اللي هي 2 مش هتنفع، ولا ال 6 عشان ده برضو even. طب تعالى ناخد السين نجرب كده ونحط مكان ال B هنا 1. 2 by 1 2 plus 3 5 تنفع. يبقى 3 هتيجي مع كله زي ال 1 كده، 3 with ال 1 3 with 2 3 with 3 3 with 6 with 3 with 11. وهناخد برضو ال 11 عشان ده odd، odd مع odd يديني odd. هيبقى ال 11 with ال 1 11 with 2 11 with 3 11 with 6 11 with ال 11 وبس كده. طب هل يا ترى دي هتكون function؟ لا، هو طبعا بيقول لك error يا جرام بقى انت هتعمل function. لا طبعا. ليه؟ طب هنا هل يا ترى لا not function. طب ليه and why؟ لان انت عندك ال 1 هنا ليها اكتر من image. اقول لك هنا because 1 belong in x، وكمان عندي 3 belong in x، و 11 belong in x has more than one image in x، عندها اكتر من ايمج. طب ايه كمان؟ بس كده؟ لا ده لسه كمان ال 2 وال 6 مالهاش ايمج. كمل. and 2 belong in x و 6 belong in x has no image in x، ما عندهاش ايمج، مالهاش ايمج. طيب هنا بيقول لك if ال x belong natural، وجايب هنا بالانكواليتي ديت، يعني ال x هتكون تعالى هنا ال x هتكون equals 1 2 3. ليه؟ لانه هنا بيقول الاليمنتس من اول 1 لحد 3، وعشان هنا في ايكوال فلازم نجيب ال 1. بيقول لك هنا انا عايز الريليشن a plus b is divisible by 3 number اقدر اعمله divide 3. سهله. ال 1 هاخد مين مع مين؟ ناخد 3 plus 3، لان 3 plus 3 equals 6 و 6 اقدر اعملها divide 3. في حاجه ثانيه؟ لا، يعني لو جيت تلاحظ مش هتلاقي حاجة تانية. تنفع. لا صح، معلش ال 1 with 2 1 plus 2 اديني 3 اقدر اعملها، و 2 plus ال 1 و 2 plus ال 1. طب هل يا ترى ديت هتكون function؟ شوف ال elements ال 3 وال 1 وال 2 جيت في ال first projection ال r is a function. ايوه هتكون function، تمام كده؟ تمام. طب الرينج اللي هنا انا عايز الرينج منشن اتس رينج هيكون 3 و 2 وال A وال 1. تمام. طيب
تعالى بقى يعني قبل ما ناخد الكويشنز ده افكرك بحاجة اسمها مالتيبل. عارف المالتيبل يعني ايه؟ مالتيبل يعني لما اجي اقول لك مالتيبل 2 يعني ايه؟ مالتيبل 2 بالعربي كده اسمها مضاعفات 2. يعني كل مرة بنعمل سكيب كاونت 2 ازاي؟ يعني بتبدأ من عند الزيرو وبتعمل سكيب كاونت 2، 0 بلس 2 2، 2 بلس 2 4، 4 بلس 2 6، 6 بلس 2 8، 8 بلس 2 10 وهكذا. طب مالتيبل اوف 3 بتبدأ ستارتنج فروم 0، 0 بلس 3 3، 3 بلس 3 6، 6 بلس 3 9، 9 بلس 3 12 وهكذا. هو ده المالتيبل. طيب هنا بيقول لك الريليشن هنا هتكون A is a multiple of B. ركز قوي في الكلمتين دولت. A is a multiple of B يعني ايه؟ يعني انت هتعمل اوردر بير الفيرست بروجكشن ده يعتبر مالتيبل للايه؟ للسكند. تمام ركز بقى. هنجيب الاول مين؟ هنجيب ال1 وذ ال1. لا يا مستر، ما انت عندك مالتيبل 1 بتبدا من عند الايه؟ الزيرو. زود كده كل مره بزود 1 1 ها 2 ها 3 وهكذا. يبقى ال1 دي يعتبر من ضمن المالتيبل اوف ال1. طيب لسه ال1 كمان هتيجي؟ لا خلاص، لان الفيرست بروجكشن ده هو اللي لازم يكون الجريتر. طب ال2، ال2 يعتبر مالتيبل لمين؟ لل1، وبرضه يعتبر مالتيبل لل2. ديت بتكون مالتيبل لدي. يعني عايز مالتيبل اوف 2 ببدا من 0 وكل مره بعمل سكيب كاونت 2. طيب ادخل على ال4، ال4 مالتيبل لمين؟ لل1. ليه؟ ما كل مره بزود 1 هتلاقي ال4 موجوده، والفور برضو مالتيبل لمين؟ للتو. يعني قد مين مرتين؟ للتو. وفور برضو يعتبر مالتيبل للفور. طب ندخل على السكس، السكس مع الون لان كل مره بنزود ون. طب هل يا ترى مع التو؟ السكس مع التو. ليه؟ لان كل مره بزود تو اهي حتى موجوده اهي. طب والسكس مع مين كمان؟ مع السكس. طب مع الفور؟ لا طبعا ما هيش موجوده في المالتيبل فور. سكس والسكس. طيب التن، التن مع الون والتن مع التن. يا رب تكون فاهم، هي رخمة شوية. طيب هنا بقولك هل يا ترى هتكون فانكشن؟ هتقول انت بقى، يعني انت عندك الون اهيت والتو والفور والسكس والتن. خلاص طبعا انت عندك هنا اهو هتقول نوت فانكشن. نوت فانكشن ليه؟ لان انت عندك هنا ان التو ال2 وال4 وال6 وال10 has more than one image. has more than one image عنده اكتر من ايه؟ من image. طب الاكس بكذا والار is a relation on x where the relation هنا a equals absolute of a، b equals absolute of a. يعني ايه؟ هتجيب الايه الاول اللي هو نيجاتيف 2 نحطها في الابسولوت بتاعتي يطلع لي ب 2، يبقى نيجاتيف 2 مع 2 والنيجاتيف 1 لما نعملها ابسولوت هيطلع لي ب 1 موجوده، والزيرو لما نعمل لها ابسولوت هيطلع لي ب 0 يبقى 0 مع 0 يبقى نيجاتيف 2 وذ 2 والنيجاتيف 1 وذ 1 والزيرو مع 0. طب هل يا ترى ينفع نقول ال 1 مع نيجاتيف 1؟ لا طبعا، لو حطينا ال 1 هنا في الابسولوت هيطلع لي بنيجاتيف 1 الناحيه الثانيه. لا طبعا. يا رب تكون فاهم، يا رب تكون فاهم. يبقى احنا هنا هنجيب النيجاتيف 2 مع نيجاتيف 2 مع نفسها. لا نيجاتيف 2 وذ 2، معلش اسف، نيجاتيف 2 وذ 2. يعني بنحط نيجاتيف 2 في الابسولوت هيطلع لي بايه؟ ب 2. ونيجاتيف 1 مع ال 1 والزيرو مع الزيرو وزيرو والزيرو. لسه ايه كمان؟ لسه في ون؟ لسه في كمان ال1 مع ال1 مع نفسها. لما احط ال1 في الابسولوت هتطلع لي ب1، وايه كمان؟ وال2 مع ال2. لما احط ال2 في الابسولوت هيطلع لي برده بال2 بالبوزيتيف. النيجاتيف 2 جيت والنيجاتيف 1 جيت وال0 جيت وال1 جيت وال2 جيت. يبقى معنى كده ان كل الاليمنتس دي كلها جيت، يعني لها ايمج، ففي الحاله ديت هتكون ايه؟ هتكون فانكشن. طب هنا بيقول لي نمبر 26 في الاكس بكذا الواي بكذا. خلي بالك هنا في هنا في هنا فاريبل. طيب الريليشن هنا بيقول البي ايكوالز الاي باور 2 ماينس ال1، فايند ذا فاليو اوف الاي. وخلي بالك انه قال لك هنا دي هتكون فانكشن، لازم تكون فانكشن.
قال لك هنا دي function مش هنبدأ بقى نعمل substitute. أقول هنا since ال r is a function from ال x to y, يبقى نجيب ديت بقى ونعمل substitution خلاص. يبقى أقول the image of negative 2 هنحطها مكان مين؟ مكان الايه على فكرة a power 2 يعني negative 2 power 2 minus 1 هيطلع لك بكام؟ 4 minus 1 دين 3. يبقى الفاليو بتاعت البي هتطلع لي ب 3 اهي موجودة. the image of mean 2 هتكون 2 power 2 minus 1 2 power 2 4 4 minus 1 بدين 3 برضو موجودة خلاص. طيب ناخد image بتاعت 5 5 باور 2 ماينس 1 هيطلع لي 5 باور 2 25 ماينس 1 بيديني 24 24 يبقى ده الفاليو بتاعت ال L لان 24 مش موجوده هنا 7. يبقى زين ال L هتكون ايكوالز 24 قشطه قشطه. طب الارور يا جماعه بقى ده شغل لعب عيال بقى ماشي. نمبر 27 هنا بيقول لي if ال X بكذا وال Y بكذا show which of the following relation represent a function from an x to y. من هنا اللي هيكون function من ال x وال y. طيب حاضر هنبدأ بقى نعمل برضو substitution. ال a اللي هي ديت 0 هو بيقول لك هنا ال b power 2 بتكون equals ال a ماشي. ال b power 2 اللي هي ديت او ممكن بطريقة تانية نجيب الروت بتاعت ال a عشان نتخلص منه نحط الروت. الروت بتاعت ال a يطلع لك ال b. روت ال 0 0 موجودة. روت الفور 2 روت الفور equals 2 موجودة. روت 16 4 6 موجودة. يبقى معنى كده ان هيكون ايه function. يبقى ده هتكون ايه function فاهم. انا حاسس ان حد بيقول انا مش فاهم حاجة. لو انت هتتلخبط ممكن انت تجيب العكس يعني ال b power 2 يعني تجيب ديت power 2 0 power 2 ب 0 موجود. يبقى ناخد دي مع دي بس انا حاسس انك هتتلخبط يعني جيب. b power 2 اللي هو 2 power 2 4 موجودة. يبقى ال 4 مع ال 2 الأول مش 2 مع ال 4 لا 4 مع ال 2 x ال y 4 power 2 ب 16 اهي 16 مع ال 4 وهكذا. يبقى ده هيكون function. طب هنا ال a equals root ال b يبقى في الحالة ده هتجيب ال square هتجيب ال square بتاعت ال a هتجيب ال square بتاعت ال a ازاي؟ هقول لك لما احنا نكون مثلا انا عندي هنا هنجيب السكوير يعني 0 باور 2 هيطلع لي ب 0 موجود. لو جبنا روت ال 0 هيطلع لي ب 0. روت ال بي روت ال 2 مش هتلاقي. طب روت ال 4 2 برضو مش هتلاقي موجوده. يعني انت جبت الروت ال 0 ب 0 روت ال 2 روت ال 2 ملهاش روت ال 4 2 بس ما فيش هنا 2 يبقى جبت 0 0 بس. يبقى ده هتكون ايه نوت فانكشن. دي هتكون نوت فانكشن. طب هنا بيقول لي have ال a equals ال b have ال a يبقى have 0 ب 0 يعني دي على فكره هنا multiply يبقى ديت هتكون 0 مع 0 دي تمام. have ال 4 2 موجوده. have ال 16 8 مش موجوده يبقى دي برضه هتكون not function. يبقى في الحاله ديت دي بس الاولى بس اللي هتكون هنا ايه function. number 28 هنا بيقول لك r is a relation on the set natural number means a multiplied b equals 12 for each. فبقول لك ان x r ال 4 a relation from x to 4 find the value of x. ايه الهبل ده ايه الهبل ده يعني انت هو قال لك ان ده relation او in a sense ان relation هنا هتكون from a to b يعني معنى كده ان x multiplied 4 equals 12 4 times a بيديني 12 يبقى x هتكون equal 3. طب هنا بقول لك ال relation ال y ل 3y find the value of ال y. حاضر يبقى ال y multiply 3y هتكون equals برضو 12 يعني هتكون 3y by y يديني y power 2 equals 12. هنعمل divide 3 وهنا برضو هتكون divide 3 خلاص هنكنسل دي مع دي فال y power 2 هتكون equals 12 divide 3 بيديني 4. وأقول هنا taking square root هقول له هنا taking the square root for both sides
دي تروح مع دي تفضل ال y equals positive or negative 2. طبعا خلي بالك انه قالك هنا في الاول ان ده هتكون natural number، فما ينفعش ان انا اجيب ال y equals negative 2. y equals negative 2 اقوله هنا refused. عايز تقول السبب ماشي، because ان ال x belong natural، يبقى زين ال y هتكون equals 2. ال y هتكون equals يا معلم، هتكون equals 2. نمبر 29 بقول لك هنا if r is a relation on the set of the positive real number، ماشي، or x او relation from x to y means y power 2 equals 2x، ماشي. each of the following order will belong to relation، يعني بقول لك كل دولت موجودين في relation، find the value of a وال p وال c وال d. طيب ال y power 2 خلي بالك احنا هنجيب ال x الاول، هو عايز ال a، ماشي. ال y power 2 يعني 2 اللي هي ديت، ده ال y 2 power 2 4. ركز ركز، يعني ممكن تجيبها كده بالستبس a او لسنس a و 2 belong relation، صح؟ اه اعمل بقى substitution، دي بتاعت ال x يبقى 2 multiply ال a 2a equals و 2 power 2 equals 4. خلي بالك عشان دي 2 دي بتاعت ال y، ده ال x وده ال y، وبتعمل substitution في الـ if relation ديت، يعني منها divided 2 وهنا برضه divided 2، دي تروح مع دي فال a هتكون equals 2. طيب ديت برضو هقوله sense ان 2 over 9 and ال p برضو belong to relation، لو انت حاسس انك هتتلخبط يعني من هنا x وهنا y، حط دي مكان ال x 2 multiply ال x اللي هي 2 over 9 equals ال y اللي هي ال b b power 2، يعني ال p power 2 equals 2 by 2 equals 4 over 9، وعشان هنا power 2 هقوله taking the square root كده كده، دي تروح مع دي فيبقى ال b ده يطلع لي positive or negative 2 over 3. The square root 4 over 9 2 over 3. خلي بالك انه قال لك هنا positive real number، يعني negative هتتكنسل، يبقى ال b هتكون equals 2 over a 3. طيب اقول لنا sense برضو ان c و 3 برضو belong to the relation، ممكن نحط هنا x ونحط هنا y. يلا الريليشن فين اهيت 2 multiply x اللي هي c يبقى 2c equals 3 3 power 2 بدنا 9 divided 2 وانا برضو divided 2 يبقى c هتكون equals 9 over 2. تمام كده، تمام 9 over 2 ولا هي c و 3، هي احنا قلنا هنا دي ب x يبقى 2 multiply x 2c equals c power 2 ب 9 يبقى 9 power 2، تمام صح، هيبقى c مش صح، يبقى c equals 4 and a half او ممكن تقول 4.5. طيب لسه مين كمان ديت، ده ال x وده ال y، يبقى 2 multiply 9 over 23 2 multiply 9 over 32 equals ال y اللي هي دي دي باور 2 2 by 9 equals 18 over 32 equals دي باور 2. لو جينا عملنا يعني لو عملنا simplify divided 2 و divided 2 دي 9 ودي divided دي 16، يبقى دي باور 2 9 over 16. هقول له هنا بقى عشان تخلص من باور 2 taking square root، دي تروح مع دي هيبقى الريميندر عندي دي روت ال 9 هيكون 3 روت ال 16 هيكون 4، يبقى 3 اوفر 4. طبعا النيجاتيف مش هتنفع لان ايه اللي في الاول خالص هنا اصلا ان هي هتكون بالايه بالبوزيتيف. طيب هنا السؤال نمبر 30، هنا بقول لك في الاكس بكذا وال ار 1 از ا ريليشن فروم ذا اديتيف انفرس اون اكس اند الار 2 از ا ريليشن اوف ذا ملتيبليكاتيف انفرس اون اكس، يعني في ريليشن واحدة بتكون additive inverse والريليشن التانية بتكون multiplicative inverse، find the r اللي هي بتكون اصلا intersection اللي هتكون ما بينهم. طيب تعال نطلع الاول r1، هو الـ r1 قال لك هنا additive inverse، الـ additive inverse يبقى ال1 مع الـ negative 1 وبرضه ممكن نقول negative 1 مع ال1 والـ 0 مع الـ 0 لان الـ 0 ملهاش additive inverse. طب الـ r2
قال لي هنا ايه multiplication inverse، يعني نشقلب، يعني 1 over 3 تبقى 3 over 1 وهكذا. ال1 multiplication inverse بتاعته برضه هتكون ب1، والنيجاتيف 1 برضه هتكون بنيجاتيف 1. اما الزيرو لا مش هتنفع، لان ما ينفعش اقول 1 over 0. طيب الريليشن بقى بتكون equals ال R1 intersect ال R2. ثواني كده، يبقى الريليشن هي تكون intersection، اللي هتكون انا عندي هنا 1 ونيجاتيف 1 نيجاتيف 1 مفيش. على فكره لو جيت تلاحظ هتلاقي مفيش، يبقى في الحاله دي هتكون ايه؟ فاي. يبقى في الحاله دي هتكون ايه؟ فاي. وما دام هي فاي يبقى الريليشن نوت فانكشن، نوت ايه؟ نوت فانكشن. طيب نمبر 32 بيقول لك الاكس اهيت والواي الاليمنتس، والريليشن هنا بتكون الاي از ا ديجيت اوف ذا نمبر بي، يعني موجوده في نمبر بي ديجيت. بص على فكره ال3 ديت وال1 دي اسمها ديجيتس، اما كل على بعض اسمه نمبر. ركز معايا، اسمه ديجيتس. فال1 موجوده في الديجيت بتاع ال30. ال1 موجوده لان هي في ال1 اهي، وال1 برده موجوده في 31 بس كده. طب ال2 نجيبها مع مين؟ ال2 نجيبها مع 23 لان ال2 موجوده اهي، وال3 وال13 الديجيتس موجوده، وال3 وال31 في حاجه تاني، وال3 وال23 رايت. الريليشن كتبناها، اعمل بالار دياجرام انت هتعملها. بلاك شو واتش اوف ذا فولوينج از ترو جيفن ريزون، هل يا ترى ينفع اخلي التو ريليشن من التو لحد 65؟ شوف كده، هل يا ترى التو هي يعتبر ديجيت موجوده هنا؟ لا. ال1 موجوده هنا؟ ايوه. ال3 موجوده هنا؟ ايوه. يبقى انا اقوله ديت ترو دي فولس، ودي ترو ودي ترو. Write by listing methods. M equals y 23 وال y 23. Belong a relation. A relation بتقول لك ايه؟ اي digits موجوده، ال y هنا الفاليو بتاعتها هتكون ايه؟ 2. لان ال 2 موجوده هنا اهي. ما هو الريليشن هو اللي قال لي كده، انت ملتزم، انت ملزم بالريليشن اللي بيجيبها لك ديت. طب وهنا 3. يعني احنا جبنا ال 2 مره وال 3 مره. يبقى الفاليو اوف ال y هتكون 2 او ايه؟ 3. يبقى دي 2 او 3. هنا 2 وهنا 3. تكتبها من تاني، يبقى ال M هتكون equals 2 23. تمام. وبعد كده عندك هنا 3 و 23. طب هنا بيقول لك في الاي بكذا والبي بكذا، الدي هنا قال لك الدي بلونج ناتشورال، وخلي بالك يعني الدي بلونج ناتشورال وسابع على كده. انت عارف ده معناه ايه؟ معناه ان انت معاك كل الاليمنتس بتاعت الناتشورال نمبر، يعني ما حددهاش. طب هنا الريليشن بيقول لك الواي ايكوالز 2 اكس بلس 3، هتعمل برضه سبستيتيوشن. ازاي؟ اقول لك ازاي. احنا هنا هنحط مكان اكس هنا نيجاتيف 1، 2 ملتبلاي نيجاتيف 1 يديني نيجاتيف 2 بلس 3 ايكوالز 1، يبقى النيجاتيف 1 معاها ال 1. هنشيل الاكس النيجاتيف 1 نحط مكانها 1، 2 باي 1 2 بلس 3 5 موجوده؟ لا. نشيل ال 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 1 نحط مكانها 2، 2 باي 2 4، 2 باي 2 4، 4 بلس 3 7. معلش اسف انا ببص على انا كنت فاكر ان هو جاب لي ست واحده بس، لا جاب لي هنا البي. يبقى احنا عملنا هنا ده خلاص تمام، احنا عملنا نيجاتيف 1 تمام. خش على 1، 2 باي 1 2 بلس 3 5 اه تنفع. ليه؟ لان ال 5 ديت موجوده في الناتشورال نمبر. طيب ناخد مكان هنا 2، 2 باي 2 4، 4 بلس 3 7، يبقى 2 مع 7 ومقفل. طب انا لما اجي اعملها دلوقتي بالارو دياجرام مختلفه شويه على فكره. لان زي ما قلت لك دلوقتي واجيب لك هنا الناتشورال نمبر ديت ما عملهاش ليميت. فنعمل ايه؟ قال لك هنا دي ست في A ودي B. ممكن اخلي اعمل كده ال A وهنا ال B.
ال A ال elements بتاعت ال A negative 1 و 1 و 2 MLP 1 2 3 4 5 6 7 8 وتبقى عامل سقم كده negative 1 with ال 1 كده 1 with ال 5 و 2 with ال 7 وبس كده. اتمنى يا رب ان انت تكون فهمت الدرس والدرس بالنسبه لك سهل. هو الدرس سهل مش في اي حاجه اصلا وعايزك انت اللي تحل بقى وربنا معاك ان شاء الله. انتظروني في الدرس الجاي وما تنساش بقى اللايك المتين بتاعك. سلام.